عايزين دلوقتي ننشئ شركة جديدة خالص بمواصفات جديدة، فلإما create a new company يعني افتح شركة جديدة، open an existing company يعني افتح شركة موجودة، طبعا بتخزين الداتا الخاصة بشركة. هنتكلم عن create a new company من هنا، أو من قائمة file new company بتظهر الشاشة اللي هي الشاشات اللي هتظهر قدامنا دي. تظهر شاشة اسمها easy step interview، يعني ايه؟ والكلام ده بيتم مرة واحدة بس لما باجي أسس الشركة. أنا هتكلم عليه باختصار كديمو للبرنامج. بختار، بيبقى فيه مجموعة من التيبس موجودة، ال welcome، ال company information، ال preferences، ال start date. هتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. أول حاجة ال welcome، مجموعة من الشاشات بتوريني البرنامج شغال ازاي، ما علينا منها. بعد كده المفروض انا هشرح الكلام ده. نيكست نيكست نيكست، هيبدأ يسألني اسم الشركة ايه، ابدأ اكتب اسم الشركة. هنقوم بكتابة الكمباني نيم اللي احنا عايزينه يظهر على الفواتير بتاعتنا والريبورت، 3M كمبيوتر سوفت وير، الليجل نيم الاسم القانوني ممكن اللي هنقول الملاكي برمجيات مثلا. وبعد كده نيكست، هيبدأ يسألني your company information، العنوان بتاع الشركة، لأنه طبعا هيظهر لي في ورق كتير لو أنا عايزه يظهر، من التقارير اللي طلعها البرنامج، المدينة اللي تتبع ليها، يعني مثلا سيتي اللي هي الكايرو القاهرة أو كده، الكونتري اللي هي تعتبر، ببدأ أملى البيانات دي. الكونتري بنختار دايما، هو طبعا في نظام للأمريكان وللكندا، يو اس وكندا، في اذر، احنا اذر لان احنا في نظام محاسبي ليهم هم مختلف، فاحنا بنختار هنا اذر، ودي مهمه جدا لما باجي انشئ شركه جديده. ببدا اكتب العناوين واكتب الفاكس والايميل والويب سايت لو موقع على الانترنت خاص بيا، واملى الشاشه دي وهتكون بالشكل ده. هنملى الشاشه زي ما احنا شايفين كده بالبيانات ببساطه، عربي او انجليزي، محمد واحد شارع محمد الشيخ خلفاوي شبرا القاهره، التليفونات، الفاكس، البريد الإلكتروني، الإيميل، الويب سايت، وهكذا. ثم نيكست. السنة المالية معظم الشركات بتبدأها، طبعا أنا مش بعمل برنامج محاسبي عشان خاطر أسجل بيانات وخلاص، أنا عايز البرنامج يفيدني يوريني مركز مالي زي ما اتكلمنا. ففي معظم الشركات بتعتبر السنة 12 شهر، بتبدأ من شهر يناير السنة المالية. أنواع الحسابات بقى، يعني select your type of business، نوع البيزنس، كل دي أنواع بيزنس البرنامج بيتيح ان احنا نقدر نشتغل فيها. ممكن انا اقول له اذر اي نوع تاني خالص، ولكن احنا مبدئيا بنختار كمثال اللي احنا عايزين نتكلم فيه، اللي هو معظم الحاجات اللي الناس بتشتغل بيها، اللي هو ايه، ريتيل. ريتيل اللي هي التجارة، تجارة تجزئة، ببيع بقى طبعا، ممكن جملة أو تجزئة. فنكست، set up tips for your business، يعني بيبدأ يقول لي ممكن تحط بعض الحاجات ممكن توضح البيزنس بتاعك. نكست، هيسجل الشركة، أسجل الشركة دي أسميها اسم إيه؟ أسميها 3M Computer Software. خلاص سيف، تسجل فايل أهو في المكان اللي أنا عايز أسجل فيه. الديت بتاعتي بعد كده بتظهر الشاشة دي اللي هي الخاصة بال your income and expense accounts. يعني ايه your income and expense account؟ يعني الحسابات الخاصة بالدخل والمصروفات، اللي هي الوارد والمصارف. الانكم الدخل بتاعي، وهنا الاكسبنس اللي هي المصاريف بتاعتي. يعني مثلا انا عندي الدخل ممكن يكون من المبيعات، ممكن يكون تدريب، ممكن يكون مبيعات هاردوير، ممكن يكون مبيعات سوفتوير، ممكن يكون استشارات، ممكن يكون صيانة، ممكن يكون عندي الاكسبنس المصروفات بتاعتي، ممكن تكون أجور، ممكن تكون المصروفات بتاعتي إيجار المكان اللي أنا فيه، ممكن تكون المصروفات بتاعتي عمولات أو فلوس خاصة بالدعاية أو 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 حاجات كتير جدا منصرف يعني. فهو بيقول لي إن أنت
طبعا ده بيفيدنا جدا في تحديد المركز المالي عشان اقدر اعرف هل شغلي في الشركة دي بيروح الفلوس فين، يعني هل مثلا كله اجور، هل كله دعاية، هل كله، بقدر اعرف من ان انا بصنف الشركة بتاعتي احدد حساباتها. طبعا البرنامج بيفرض عليا بعض الاكاونتس لو انا فرضت، يعني لو انا طبعا عايز الاكاونتس دي اوكي بيحطها لي على طول، بيحط لي الاكاونتس دي جاهزة بيساعدني. يعني طبعا احنا عشان ما بنعملش تفاصيل حتى هنا الجاز والالكتريك والووتر اليوتيليتي اللي هي الخدمات، يعني الترافل لو في سفر ومش عارف ايه، كل حاجة ما فيش حاجة بيسيبها خالص في البرنامج ده. طب احنا هنعملها بمزاجنا، فاقول له نو I'd like to create my own، يعني انا هعمل بنود زي ما انا عايز بسيطة خاصة بيا انا. الاكسسنج يور كومباني، كم واحد، هاو ميني بيبل بجنب انا كمان ممكن يستخدموا في استخدام الكومباني دي. فرضنا ان في 3 أو 4 مسموح لهم يستخدموا البرنامج. Next. هل في ضريبة مبيعات دي وكولكت سيل تاكس فور يور كاستمرز، هل انت بتحصل منهم ضريبة مبيعات؟ نو no. هقول نو او يس حسب ما انا عايز عشان يحطها لي في الفاتورة. لو انا عايز احصل منهم هيشوف بقى، هيسألني عن ضريبة المبيعات دي كام وقيمتها كام، ويبدأ يضيفها لي الفاتورة على طول اوتوماتيك. لو انا نو no، هيبدأ ايه يقول لي لا، فهقول له نو no مبدئيا في المثال ده. هنا شكل الفاتورة، الفاتورة انا اقدر اعمل لها الشكل، هل هي برودكت واضح ان انا شغال ولا سيرفيس، فاتورة خدمات يعني اكتب فيها مثلا صيانة حاجة او ولا ميكسد، ولا انا هعملها بمزاجي، انا هعتبرها برودكت واعتبر الحاجات الخاصة وهظبط طبعا شكلها زي ما انا عايز، يبقى في اسم الشركة بتاعتي واخلي كل البيانات اللي فيها ديت بالعربي، وتتبع تبقى الفاتورة بالعربي اي حد يقدر يفهمها. فالبرودكت، وبعد كده هنعدلها بعد كده في خطوة من الخطوات. سيلز اوردر تراكنج، يعني do you want to use sales orders، يعني ايه الكلام ده؟ ان انا دلوقتي بيجيلي امر بيع، يعني عايز انا دلوقتي هبيع، فهل انا عايز اتابع دول؟ يعني مثلا بيقول انا عايز كذا، بيطلب طلبية، ابدأ اتابع الحاجات دي. ممكن طبعا الطلبيات دي بتابعها، بعمل تراكنج ليها. يعني مثلا ممكن واحد يطلب مني حاجات مش موجودة، يعني مثلا لسه مش عندي، فبعمل بس طلبيات البيع دي مطلوبة مني عشان أبدأ أتابع بقى الشغل ده. فهل أنا عايز ده؟ طبعا دي برامج كتير جدا ما بتحتاجش، بكتبهم بقى في ناس بتكتبهم في ورقة حاجات النواقص اللي عندهم وكده، دي حتة برضك مهمة جدا. فهقول له نو مش هتابع، مع إنها حاجة مهمة يعني، لكن ممكن أقول له يس مفيش مشكلة يس. الاستيميتس، العروض، انا اقدم عروض، ده بقى موضوع تاني، ان انا عايز اعمل عروض، عرض، واحد يجي يطلب مني يقول لي لو سمحت انا عايز اشتري كذا. الاستيميتس اللي هي العروض، هل انا البرنامج بيديني امكانيه ان انا اقدم عروض، اكتب عروض واتابع برضك العروض دي، اتابعها يعني ايه، يعني اشوف فعلا هل بقت مجديه، ممكن احول عرض البيع لحاجه اتباعت خلاص كده. يس. بروجريس انفويسنج، المقصود بيها بعض الشركات بتبقى الفاتورة بتبقى بتتجزأ، يعني مثلا بيطلب مني طلبية كبيرة وياخدها على أجزاء، فطبعا هل أنا هتابع ده ولا لأ؟ فأنا أقول له لأ، هو بياخد الفاتورة بتاعته خلاص أنا جزأها مانيوال يعني. لكن ممكن واحد يطلب مني طلبية كبيرة وأبدأ يقول له دي أنت خدت منها كذا وما خدتش منها كذا، اتفاقية كاملة، فده موضوع تاني البرنامج بيتيحه. تايم تراكنج، would you like to track time that you or your employee spend on each job or project، يعني انا فرضنا ان دي فواتير طالعه وعايز انا اتابع، يعني انا مدي واحد مثلا زي ما بيقول مندوب مبيعات بقول له انت هتبيع لي تارجت معين، فانا انا عايز اتابع بقى بالوقت كل واحد باع الشغل ده في قد ايه، يعني مثلا هو المفروض ان يبيع مثلا ب 10,000 مثلا او 20 او 30 او 40,000 في الشهر، انا هبقى اتابع ده في التايم اشوفه قدر في الشهر يعمل ده ولا لا، او اعمل ريبورتس على الكلام ده ولا لا. طبعا دي حته تانية في الاداره، اداره المبيعات، فدي حاجه مش مجرد بردك، دي امكانيه تانية موجوده في البرنامج، امكانيه موجوده جامده جدا. فممكن اقول له يس بردك، اقدر اعمل يس. تراك سيجمنتس اوف يور بزنس ويز كلاسز، المقصود بيها ايه؟
ان انا اقسم الشغل بتاعي كلاسز، يعني مثلا انا عندي اللي هي مثلا عندي بند السوفت وير عايزه اتابعه لوحدي اشوف اللي بيحصل فيه، بند مثلا اللي هو بيع البرامج مثلا، بند الصيانه عايزه اتابعه لوحدي، بند صنف معين بشتغل فيه كميات كبيره جدا عايزه اتابعه، شركه معينه عايز اعرف شغلي فيها حجمه قد ايه، ولا هو كله بيع وخلاص؟ لا، فطبعا ممكن اقول له اه انا هتراك سيجمنتس اوف يور بزنس، يس ممكن اقول له، ممكن اقول يس براحتي، يعني كل دي بتضيف لي امكانيات في البرنامج. ذا واي اوف هاندل بيل اند بيمنت، يعني انا الفواتير بتاعتي اللي هي بتجي لي انا مش البيع، يعني فواتير انا فواتير الشراء والمدفوعات اللي انا بدفعها هل هي دايركت شيك هتبقى انتر تشيك دايركتلي يعني نقدي، ولا انا بتجي لي الفاتورة الشراء اللي انا بشتريها اند انتر بيمنت ليتر. غالبا كل الناس مش بتدفع نقدي قوي، فانا في الحلين انا ممكن اشتغل في الحل الاعم، هو هيتعبني حبة في الادخال، ولكن انا اشتغل في الحل ان انا ممكن اشتغل اجل. فهنا النظام الاولاني والنظام ده في البرنامج بيسألني، لو انا طبعا هشتغل دايركت خلاص يبقى كده كل فاتورة او كل فاتورة بيع او فاتورة شراء الاتنين بفلوسهم خلاص، يبقى العملية ما بقاش فيه ايصالات سداد بقى بقت مرتبطة بيها. لكن انا لما اقول له ان انا هشتغل اجل فالوضع كده هيختلف، البرنامج هيظبط نفسه بطريقه معينه. الريميندر ليست دايما، في ريميندر ليست يعني تذكر، بيديني قايمه بالحاجات اللي ممكن اتذكرها دايما، هل انا عليا فلوس النهارده، عليا شيكات هتتحصل مني، عليا كل الحاجات دي بيسالني فيها البرنامج. الاكوال اور كاش بيزد ريبورتنج يعني ايه؟ يعني انا عايز اشوف المركز المالي بتاعي هل هو بيعتبر ده الكاش بيز ريبورت ولا الاكوال بيز ريبورت. يعني ايه الكلام ده؟ الكاش بيز ريبورت يعني انا بيعتبر ان الحاجه انا دلوقتي طلعت فاتوره فيها فلوس، الفلوس دي لسه انا لسه ما حصلتهاش، يعني انا بعت مثلا ب 10000 جنيه ولسه ما حصلتش، وبيعتبر ان دي فلوس دخلت خلاص. لو انا هشتغل بنظام الايه الريبورت يعتبر ان حاجه القيمه المستحقه بيعتبرها دخلت عندي. اما نظام الـ ده الكاش القيمة المستحقة ده يعني سوري الكاش بيزد ريبورت، انه بيعتبر الحاجة اللي هي الدفعات اللي هي دي اوريدي اللي دخلت عندي، انا بعت فاتورة لسه ما حصلش بيعتبر الفلوس دي لسه ما جاتش، فالفلوس دي مش موجودة في الميزانية عندي. انا اشتريت والفلوس لسه ما دفعتهاش بيعتبر الفلوس دي مش ما خرجتش من عندي، مع ان المفروض انا مديون بيها. في نظام تاني اللي هو المفروض اللي الناس بتشتغل بيه طبعا، اللي هو نظام اللي موجود في السوق او حسب الشخص. لو انا هشتغل فلوس كاش يبقى هو كاش بقى اللي مكتوب عندي هو ده، في ناس شغاله كده. ولو انا هشتغل اكوال، الاكوال بيز ريبورت يعني القيمه المستحقه، يعني حسب القيم المستحقه. اوضح برضك الحته دي تاني، في حاجه اسمها الاساس النقدي والاساس الاستحقاق. يعني بمعنى ايه؟ يعني الاساس النقدي اللي هو الكاش، والاساس الاستحقاق القيمه المستحقه هو الاكوا. في الاساس النقدي يتم احتساب المبلغ المحصل او المنصرف عند تحصيله او سداده بالفعل، ده دخل معايا في الريبورت بتاعه والتقرير بتاعه، لان دي بقى حاجات شغل كاش. اما في الاساس اللي هو الاجل يتم حساب المبلغ المحصل او المنصرف عند اصدار الفاتوره او كتابه الشيك. انا كتبت شيك على نفسي خلاص، هو بيعتبر ان ده، مع ان انا اساسا لا دفعته لاي حاجه، بيعتبر ان ده ايه فلوس فعلا خلاص، انا كاني دفعتها. انا مثلا طلعت فاتوره يبقى دي فلوس كاني دفعتها، وبيطلع لي تقرير الوضع المالي بتاعي بناء على الكلام ده، بس طبعا بيكون واضح ان هو الفلوس دي فلوس مستحقه. في حاجة اسمها الستارت ديت، البرنامج هيبدأ امتى؟ الكويك بوك ستارت ديت اللي هيبدأ البرنامج هيبدأ اكتب تاريخ البداية هنا. لو انا ببدأ شركة كبيرة خلاص يبقى انا الستارت ديت بتاعي ان انا ما عنديش اي عمليات قبل كده، لكن لو انا عندي حسابات ليها تواريخ قبل كده وهضيفها فلازم اراعي بقى ان الموضوع ده، يعني لازم ابقى راعي التاريخ ده، يبقى ده الستارت ديت. والايام اللي بعد كده يبقى انا عندي كذا ديت، في ديت المدخرات بتاعتي والمديونيات بتاعتي والحسابات بتاعتي، وإذا كان عندي تواريخ فلازم أبقى عارف التواريخ اللي هو الستيتمنت ديتس دي كلها اللي هي الحسابات بتاعتي. بعد كده برضك بيبقى عندي في عمليات بتتم في الوسط شغالة اوريدي اللي هي التاريخ 2 ده، وفي بقى تاريخ بداية البرنامج اللي هو تاريخ البرنامج
الكويك بوكس والنهارده بقى والعمليات اللي هتتم بعد كده. تشوز يور بقى كويك بوكس، هو وضح لي الحته دي. انا ممكن ارجع بالتاريخ، يعني ممكن احط تاريخ متاخر خالص يشمل كل شغلي ده، وممكن احط تاريخ النهارده، ممكن احط التاريخ بدايه السنه الماليه اللي هو بقى فيه كل شغلي وكده. فانا عشان كاني هبدا شركه جديده فده تاريخ النهارده، وكاني هيبدا بقى يسالني عن حاجه اسمها الانكم اكاونت اللي هي الحسابات الدخل. يعني انا مثلا على سبيل المثال ببدا ان انا اقسم شغلي، شغلي ده بيبقى حسابات بتدخل لي فلوس. ايه هي بقى الحسابات دي؟ المبيعات، ممكن اقسمه حسابات رئيسيه وحسابات، ممكن اقول مبيعات، والمبيعات دي تشمل كذا حاجه، مبيعات السوفت وير اللي هي البرامج، ومبيعات الهارد وير اللي هي مكونات جهاز الحاسب، وممكن اقول الصيانه، الصيانة ده برضك من ضمن بنود الإنكم بتاعتي. ممكن أقول البرمجة، حاجة مش ببيع سوفت وير لحد، لا ده أنا بعمل برامج لناس. وممكن أقول التدريب، التدريب ماهوش حاجات خاصة برضك، ده بيدخل لي حاجات. وممكن أقول استشارات، واحد بيستشيرني في حاجة أو كده، دي برضك إنكم، وهكذا. ولو ظهر لي حاجة جديدة ببدأ أضيف. فدي حاجات من ضمن الإيه نيكست. فممكن انا اعتبر الرئيسي عندي هو السيلز، حساب دخلت الحساب ده ليه؟ لان انا اي حاجه هتبقى تتبع حساب معين، هنعرف دلوقتي. عايز تضيف حساب تاني، ممكن اقول يس. الحساب التاني ده البروجرام، هل تضيف حساب تالت؟ هضيف حساب تالت يس، اللي هو التريننج. لا مش هضيف حسابات تانية بالنسبة لده. هيبدأ يسألني عن ال expense بقى، expense income accounts completed، ويبدأ يسألني عن ال expense account، وهيديني حبة معلومات بقى. هيشرح لي ان انت office expense، تكاليف الكهرباء والغاز والتوتال كذا، دي تبقى بالسب اكونتس. يعني مثلا هنا من غير السب اكونتس، يعني ممكن هنا بقى يعتبر ايه الاوفيس اكسبنس كذا، اليوتيليتي اللي هي الخدمه الالكترونيه، الجاز كذا، يبقى التوتال كذا، يعمل لي تقسيمات ليهم. طبعا لما تكون شركه ليها حسابات كتير جدا وليها تفاصيل كتير جدا، فيهمني اتابع التفاصيل دي. طبعا البرنامج بيدي الامكانيه دي، ممكن ما اشتغلش بيها لان شركتي صغيره. ممكن طبعا لو مصاريفي كتير جدا، وفي ناس مثلا على سبيل المثال عندها مصاريف انتقالات وحاجات، عنده مندوبين كتير بينزلوا يلفوا في السوق، طبعا انا عايز اعرف كل مندوب ايه اللي بيحصل معاه، وكل واحد مصاريفه قد ايه، بيكلفني قد ايه عشان اشوف مرتبه. قصص جامده ممكن تدار من خلال برضك الايه التعريفات دي. طبعا المرتبات، طبعا البيرول اكسبنس اللي هي مرتبات، اضيف مثلا اضيف اقول ايه من ضمن الحاجات اللي انا بعتبرها من ضمن المصروفات. هنشوف ايه اللي ممكن اضيفه، ممكن اضيفهم بعد كده، فاقول لا مش هضيف حاجه تاني بالنسبه للمصاريف دلوقتي، واخرج من الموضوع ده، وبعد كده بضيفهم وانا جوه الملف بتاعي، بلاش اختصر. يعني هيجي برضك الانكم ديتيل، هيبدا يقول لي الانكم دي في ايتمز وفي انفنتوري. فبيقول لي في اوف بيمنت، يعني ايه ال انا ديو ريسيف فول بيمنت ريسيف، يعني هل انا باخد كل المبالغ at the time before you provide a service or send a product، يعني قبل ما باخد كل الفلوس قبل ما ابعت البرودكت، ولا ده دايما ده always، ولا sometimes، ولا never sometimes، يعني بين البنين حسب العمل. يعني في تكاليف حساب بقى، يعني ايه اللي هي تعتبر النقل ومش النقل، وحاجات كده يعني. وممكن بقشيش، حاجات زي كده، هل الحاجات دي هضيفها ولا مش هضيفها؟ ممكن اضيفها، ممكن ما اضيفهاش. دي انكم ديتيلز، هيبدا يتكلم عن العناصر اللي موجوده في كل في المخزن. سيرفيس ايتم، عندي سيرفيس ايتم، عندي حاجات خدميه، والله انا ممكن اعتبرهم كلهم انفنتوري. يعني طبعا عندي حاجات خدميه زي التدريب وزي فممكن برضك سيرفيس ايتم يس،
اقول له مثلا الايتم ده، طبعا ده مش ايتم بيتخزن في مخزن، هنعرف الاثنين يعني الفرق بين الاثنين. الايتم نيم مثلا اقول له هنا الايتم نيم، وهنا الديسكريبشن، وهنا انا هكتب الايتم نيم ده مثلا وليكن مثلا في البداية كسيرفز يعني اقول ايه مينتين كمبيوتر، صيانة كمبيوتر. وممكن اكتب هنا في الديسكريبشن زي ما انا عايز صيانة جهاز كمبيوتر بالكامل. التكلفة مثلا بتكلف لها هنقول 100 جنيه مثلا، يعني عمل بقى صيانة وكده كاملة، تنزيل برامج و مثلا ده نيكست. هيقول لي ده ضمن أي حساب؟ الانكم اكونت. اقول له ضمن التريننج ولا السيلز ولا البروجرامينج ولا ايه؟ طبعا انا مش ضايف في الحساب ده، ممكن اقول له انا هنا اد نيو واقول له صيانة هو مينتنس. طلع لي الشاشة دي، انا بدي مثال كده على اساس ايه ان انا مينت. خلاص بقى ده ضمن حساب النكست. يقول لي هنا سب كونتراكتنج اكسبنس، يعني از ذيس سيرفيس ايفر في ما فيها بقى حاجات خاصه؟ لا بقول له نو، خاصه بالمصروفات وكده. هضيف سيرفيس ايتم تاني اقول له نو نون انفنتوري، يعني في حاجات مش بتتخزن. هي سيرفيس هي حاجة، يعني مثلا خدت حاجة من حد واديتها لحد على طول، بتيجي عند الطلب، حاجات بتتباع بالطلب يعني، لكن مش موجودة في المخزن، مش موجودة، حاجات مش ضمن حاجات المخازن يعني، فممكن تتضاف بالطريقة دي. فأقول له نو. هنبدأ بقى في المخزن اللي هو يمكن الشغل الرئيسي لمعظم الناس. اقول له سكيب، لا اقول له I want to set up inventory items adding، هضيف عنصر بقى. طريقة كتابة الايتمز انا شايف ان افضل طريقة ان بكتب كود، اللي هو الايتم نيم ده بعتبره كود. فمثلا لو انا عايز اكتب mother board وبكتب mm، ممكن اديها رقم mother board بالانجليزي m board، اي طريقة ده كود. ممكن اختصره اكتر واكتب رقم معين في الاخر كده ان ده ايتم واحد، وبدون ده بردك عندي في ورق بتاعي خاص انا لما اجي اضيف عناصر جديده. ماذر بورد دون، هنفترض انا عندي بقى يستحسن ان انا اقسم الداتا بتاعتي. لو انا عندي اصناف كتير جدا اقسمهم كاتيجوريز، يعني مثلا اصناف خاصه بالهاردوير، واصناف خاصه بال المذر بورد، اصناف خاصه بالحاجات من خارج جهاز الكمبيوتر، واصنف زي ما انا عايز. لكن انا عندي مذر بورد، اكتب بقى التوصف بتاعها ده بالعربي زي ما انا عايز. فهكتب مثلا مذر بورد مكتوبه بقى بالعربي، واكتب النوع بتاعها مش عارف ايه. طب السيلز سعر البيع ايه؟ سعر البيع مثلا فرضنا المذر بورد ببيعها ب 330 جنيه. نيكست. شوف بقى هيسألني عنها حاجات كتير جدا. ضمن أنهي حساب؟ أقول له سيلز مبيعات. هل أنا عايز البرشيز ديسكريبشن؟ ممكن كنت آخد من بريفيوس كده، آخد اللي هو اللي اسمها برضه. لو عايز أضيف له حاجة كنترول سي لوحة المفاتيح، نيكست، كنترول في ماذر بورد. ممكن اكتب مثلا عند اكتب حاجه كده خاصه بفيندور معين، او اكتب ماذر بورد عايز اكتب صفه ليها. ممكن انا كنت كاتب ان كانت الماذر بورد دي بتكلفني كام، 330 جنيه في البيع يعني، فانا بشتريها تقريبا ب 300 جنيه. ده الكوست، التكلفه يعني، ده مش سعر الشراء، ده الكوست بتكلفني 300 جنيه قبل ما تجي لي هنا. الريوردر بوينت نقطه اعاده الطلب. لو انا بقى عندي 10 حتت ابدا اطلب، هو الكمبيوتر هيديني ليسته كده. الكمية اللي عندي دلوقتي عندي 100 حتة، 100 جزء يعني. التوتال فاليو
اللي هو المية في 300 دولت اللي هم مبلغ 30,000 جنيه. نيكست، هل هضيف عنصر تاني؟ يس. ايتم التاني هسميه هارد ديسك، هارد ديسك 200. ممكن اكتب طبعا مستحسن الكود، هقول ليه دلوقتي هارد ديسك. ممكن اكتب 200 جيجا باي مثلا سيجيت، او مثلا ويسترن ديجيت. طبعا انا هارد ديسك 200 فيه ده كود يعتبر، وممكن اديله رقم مثلا، اديله 3 براحتي زي ما انا عايز. الرقم ده ممكن ولا ليه اي لازمه يعني، ملوش لازمه يعني. واكتب وصفه هنا بقى، ان ده قرص صلب بسعه كذا ماركه كذا زي ما انا عايز. صح، عشان ابقى اضيفها في الايه، سعره كام الكورس الصلب ده؟ سعره 350 جنيه. ده اليوم ضمن حساب السيلز برضك. بشتري 320 جنيه. نقطة إعادة الطلب لما يكون عندي 20 أبدأ أطلب. الكمية اللي عندي 300 هارد، كفاية صنفين. إحنا وصفناهم طبعا، البرنامج يتيح إن أنا أضيف آلاف الأصناف بالطريقة دي. نيكست، أنا هو قال لي هتضيف أيتم تاني، قلت له يس لا نو مش هضيف أيتم تاني. أفضل أشغل بقى الأيتمز دي. أعتقد إن أنا عندي بقى أصول وبنوك وعملاء، ممكن أضيف عملاء كاستمرز. عايز تضيف كاستمرز العملاء اللي بقى. طبعا زي ما انا عايز اضيف. يس نو. اسم العميل الاولاني، هل عليه فلوس؟ طبعا دي حته مهمه جدا، عميل وعليه فلوس. ممكن اكتب الفلوس التوتال عليه اللي بدخلها، يعني فلوس كذا. انا مش هقيد فواتيره اللي عليه قبل كده، بس ده عليه فلوس قبل كده، فاكتبها هنا في الخانه دي. العميل ده مثلا سي ان العميل ده هسميه اللي هو العميل الاولاني اللي عليه فلوس مثلا ماجي. معلهوش فلوس. هل هتضيف عميل تاني؟ اه هضيف عميل تاني. مين العميل التاني ده؟ بديل. معلوش فلوس. هتضيف تاني؟ لا نو مش هضيف عملاء. مين الموردين اللي بيوردوا لك؟ الفيندور اللي هما الموردين. هضيف المورد الاولاني مريان. ملهاش عندي فلوس. و يس وذكي ملوش عندي فلوس، ومش هضيف تاني. الاوبننج بالانسز اللي هي الاكونتس، الارصده الافتتاحيه. طبعا ممكن كريدت كارد اكونتس. هل انا عندي حسابات مدينه؟ نو ما عنديش ديون يعني. لاين اوف كريدت يعني عندي خطوط بس، حاجات انا ب ب ب فواتير شيكات، بيبدأ يسألني عن كل الكلام ده. ممكن انا اضيف له ارصده بلاش الاسماء بتاعت البرنامج، وانا اضيف اكونتس تحت الحزب بتاعت الاسماء اللي انا عايزها، بس بدير شغلي بطريقه منظمه. حسابات في بنوك، الاصول اللي عندي عايز اضيفها مثلا، عندي ايه الحاجات اللي عندي، الارصده الافتتاحيه والمدخرات بتاعتي اللي انا عندي فلوس بدايه يعني، الارصده الافتتاحيه بتاعتي ومكاسب عندي اللي هي
حاجات منقولة عندي، مكاسب موجودة يعني، مكاسب وأرصدة، ممكن دي تكون عندي الأسيتس بتاعتي. مش هنقرا كل الكلام ده، حاجات كتير جدا، امكانيات كتيرة. نيكست نيكست، خلص كده ليه كده بقت في شركة عندي. طبعا احنا هنتكلم في الحاجات دي، احنا كده ادينا فكرة سريعة ازاي اسست شركة بحساباتها.